أنا مواطن طيب أمير الأمراء، محتاج فلوس، عاوز أجوز ابني، أجهز بنتي، ببص على بكتب على جوجل مثلا إيه قروض، صحيح، راح مفتوح لي صفحة من صفحات الفيسبوك إحنا بنقدم القرض بأسهل حاجة. أنا أعرف منين إنه دي مؤسسة سليمة مكتملة الأركان القانونية وتسمح لها الدولة طبقا لقوانينها المعمول بها بأنها تقرض، أو إنه دول نصابين؟ تمام، عندنا حاجة من الاتنين. أول حاجة لازم يكون أنا عندي كمواطن بستخدم مواقع التواصل الاجتماعي أويرنس على أعلى مستوى، عندي وعي، أنا فاهم أنا بعمل إيه. ودي أبسط المواطنين لازم يكون عندهم الفكر ده. هل المؤسسة اللي دخلت دي أصلاً هي مؤسسة كبيرة موجودة في الدولة وفي شخص منتحل هذه الصفة وحاطط اللوجو بتاعهم وبيتكلم عنهم؟ ولا هي مؤسسة تحت سلم أصلاً غير معروفة ومجهولة الهوية وبيوهمني إن هو مؤسسة كبيرة وأنا ما سمعتش عنه قبل كده ولا في الأحلام حتى وأتعامل معاه؟ فأنا لازم أركز. أول حاجة، لو هو مؤسسة كبيرة وحاطط لوجو بتاع مؤسسة كبيرة ومعروفة ومؤسسة ممكن تكون تخضع للرقابة الحكومية، يبقى أنا لازم أدخل على الموقع الرسمي الخاص بالمؤسسة دي أتأكد من داخل الويب سايت بتاعهم إن هم فعلاً بيوفروا هذا الأمر، أو يخولوا ويفوضوا غيرهم من المؤسسات الأخرى في هذا الأمر تحت رقابتهم وتحت إشرافهم. أو الأسهل إن أنا أخش على الموقع بتاع هيئة الرقابة المالية، أشوف المالية اسمهم موجود ولا لأ. ما لقيتش اسمهم موجود أبتعد تماماً عن فكرة التعامل مع هؤلاء المؤسسات. أما بقى فكرة المؤسسات التانية الوهمية وغير المعروفة أو المجهولة الهوية دي، لا، ده من أول الباب كده أنا أقفل. ابعد. اجري. طبعاً. طبعاً هو لو عايز يعمل حاجة زي كده هيعمل لي الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي، إعلان ممول بكام جنيه يروح يدفعهم عشان يوصل لعدد 10,000 واحد، هو مستهدف الفئة دي أصلاً بالسهولة دي هيديني القرض؟ لا، مستحيل.